حكم الحجاب في حق المرأة المسلمة؟ فكثيرا ما تتعرض المرأة المحجبة عندنا للسخرية والنقد من الغير، فهل هو واجب في جميع المذاهب الأربعة؟ وما تفسير الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وهل معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي يغطين رؤوسهن وصدورهن مع العنق؟ وهل يدخل الوجه في هذا؟ إذا كان كذلك فما معنى قوله إلا ما ظهر منها؟ الحجاب واجب بإجماع المسلمين، قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والضمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع الأمة، قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا تعليل يشمل جميع الأمة لأن طهارة القلوب مطلوبة كل الأمة. وقبلها قوله تعالى وعدها قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا عام لجميع النساء من أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. فالحجاب واجب بإجماع المسلمين والسفور حرام. وأما المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها زينة الثياب والحلي، المراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر شيء منها من غير قصد إنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها. قوله إلا ما ظهر منها، ظهر يعني ظهر من غير قصد. نعم. فإذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك، ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم لأن في ذلك الفتنة للرجال. وأما قضية إسدال الخمار يدنين عليهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن فهو كما ذكرت السائلة أنها تغطي بخمارها، والمراد بالخمار غطاء الرأس، أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، تدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها خلافا لما كان عليه الأمر في الجاهلية، فإن نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن وصدورهن ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير، الله جل وعلا أمر نساء المسلمين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجيب فتحة الثوب من على النحر من الأمام. نعم. فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها، ولأن الوجه هو أعظم زينة في جسم المرأة وهو محل الأنظار وهو محل الفتنة ومركز الحسن والجمال، فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة أن الوجه يجب ستره، وإن كان بعض العلماء يرى جواز كشفه وكشف الكفين، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول لا يتناسب مع سياق الآية وما فسرها به أئمة السلف من الصحابة والتابعين، حتى إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله عبيده السلماني عن معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أدنى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الغطاء على وجهه وأبدى عينا واحدة تبصر بها الطريق، فهذا تفسير منه للآية. وكان ابن مسعود رضي الله عنه فسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها بأن المراد به زينة الثياب كما ذكرنا وليس زينة الوجه كما قاله من قاله، فيكون ابن عباس إذن رجع إلى قول ابن مسعود في آخر الأمرين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كان في أول الأمر يجوز للمرأة أن تبدي وجهها، ولكن بعدما نزلت آية الحجاب نسخ ذلك وصارت يجب عليها تغطية وجهها. نعم. بارك الله فيكم.